شرعت منظمات إنسانية بافتتاح مركز جبر الضرر لتقديم المساعدة والاستشارة القانونية لذوي الشهداء والمتضررين جراء الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى. وأكدت إدارة المركز أن المركز يقدم خدمات مجانية عدة، منها الاستشارة القانونية وتجهيز المعاملات بالكامل وتغطية تكلفة الدعوى القضائية للمطالبة بالتعويض، فضلا عن أجور النقل وغيرها من النفقات الخاصة لتسهيل حصول المتضررين على مبالغ التعويض. فكرة المركز تقوم على أنه مساعدة هؤلاء المتضررين على القيام بالإجراءات التعويض، وذلك لمساعدتهم واستحصال تعويض لهم يساعدهم وأنه يوفر لهم قيام أنه البدء مرة أخرى في الحياة، وكذلك استقرار يكون اقتصادي لهم. المركز يقدم خدمات، هذه الخدمات تكون إما استشارة مجانية، راح تكون استشارة قانونية، أيضا متابعة الحالة، وأيضا ممكن يكون عندنا كتابة العرائض واستنساخ وباقي المستمسكات أنه نقدمها له أنه كطباعة واستنساخ. أيضا يقوم على تغطية تكاليف النقل وتغطية تكاليف المحكمة. كم كبير من التعقيدات؟ أولها جزء من الإجراءات يمكن أن تدرس بشكل أفضل لإنصاف المتضررين وعدم زيادة العبء عليهم بتقديم دعوى التعويضات. الجزء الثاني متعلق، ويمكن في ناس أخبر مني تجاوبك على الموضوع، ولكن اللي هو بتمويل هذه التعويضات من الحكومة المركزية. تقدموا لعنا بالمركز وتم معاونتهم ومساعدتهم والمتابعة معهم بحالاتهم.